السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قضايا وآراء. مرت قريبا الذكرى 66 لاستقلال ليبيا مرور الكرام، فلم يأبه بها الشعب في مجمله، ولم تعرها وسائل الإعلام المختلفة إلا قدرا ضئيلا جدا من الاهتمام، ولم يحتفل بها على المستوى الرسمي، ولا أولتها المؤسسات التعليمية عناية البتة. غاية ما هنالك أن تمتع الناس في يومها بعطلة، وكثير منهم لم يعرف لما هذه العطلة. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا كثيرة، لعل أهمها هو لما هذا العزوف الشعبي والرسمي عن الاحتفال بهذه المناسبة وإيلائها حقا من الاهتمام والعناية؟ هل مرد ذلك للأزمات المتتالية التي يمر بها الناس، التي أنستهم حتى أمورهم الخاصة ناهيك عن الأمور العامة؟ أم إن الأمر تأثير ما كان عليه الحال قبل ثورة فبراير من اعتبار الاستقلال مزيفا؟ في هذه الحلقة من قضايا وآراء سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى صحبة الأستاذ مصطفى بشير الطرابلسي، الباحث في العلوم الشرعية، عن الاستقلال وذكراه، وعن أسباب العزوف، وعن الاحتفال به، وعما يجب عمله لإعطاء المناسبة حقها ومستحقها. أرحب بكم دكتور مصطفى بداية، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. بارك الله فيكم. أذكر أيها السادة المشاهدون لأنه يمكن التفاعل مع موضوع الحلقة بالتواصل بنا عبر الاتصال بصفحات القناة التي تظهر عناوينها تباعا على الشاشة. دكتور، بعد الترحاب بك مرة أخرى، على ذكر الاستقلال دكتور، كثير ما نسمع عن الدولة الفلانية دولة مستقلة وذات سيادة، فما معنى الاستقلال وما معنى السيادة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حقيقة ما تفضلت به في المقدمة يحدث في النفس يعني كثيرا من الأسى والحزن أن تمر هذه المناسبة الكبيرة في تاريخ الشعب الليبي، وكأنها حدث أو مناسبة في بلد آخر. صحيح. وليس ليبيا. نعم. لكن عموما أنت سألتني عن معنى الدولة ذات السيادة، وهل هناك فرق بين السيادة والاستقلال؟ السيادة والاستقلال. نحن إذا رجعنا إلى المختصين في العلوم السياسية فنجد أن أساتذة القانون والعلوم السياسية يقولون أنه لا فرق بين الاستقلال وبين السيادة، فهما توأمان. نعم. السيادة هي الاستقلال، عندما نقول دولة مستقلة أو فلان من الناحية اللغوية يعني تعريف اصطلاحا لغة، الاستقلال هو الانفراد بالشيء وتصرف به بحرية كاملة، والاستقلال هو نفس المعنى. فهم يقولون إن الاستقلال من الناحية اللغوية ومن الناحية أيضا الاصطلاحية في العلوم السياسية كلاهما بنفس المعنى، بمعنى أننا إذا قلنا أن الدولة الفلانية هي دولة مستقلة ذات سيادة، فمعنى ذلك أن هذه الدولة تملك أمر نفسها وأنها تملك الحرية المطلقة في إدارة شؤونها الداخلية وإدارة شؤونها الخارجية دون أن تكون هناك سلطة أخرى أعلى منها تتحكم فيها وتعدل من قرارتها. فإذا عرفنا ذلك نستطيع أن ننظر إلى ليبيا وننظر إلى الدول العربية التي مجاورة لنا ودول الإقليم ودول العالم، شرقت وغربت وكانت في الشمال والجنوب، ونستطيع بهذا المعيار أن نعرف
من هي الدولة المستقلة حقا والدولة التي هي تدعي أو هناك ادعاء بأنها دولة مستقلة وذات سيادة. وليس الأمر كذلك. نعم. وفقط أريد التنبيه للسادة المشاهدين بأن قد يسأل سائل، يعني مرت الآن ربما 15 يوما على ذكر الاستقلال. نعم. لما تتناولونها الآن؟ بعد أذكر بأنه كنا نريد أن نتناول هذا الموضوع الأسبوع الماضي، لكن الأسبوع الماضي كان حصاد السنة الكاملة في هذا البرنامج، فأجلنا هذا الأمر للحديث عنه في هذا الأسبوع. طيب دكتور، السؤال عندي سؤال عام الآن، ماذا يمثل يعني على بناء على ما ذكرت في معنى الاستقلال والسيادة، ماذا يمثل الاستقلال بالنسبة للشعوب عموما، وماذا يعني الاستقلال بالنسبة للشعب الليبي على وجه الخصوص؟ إذا قلنا إن في العلوم السياسية يعرفون السيادة بأن معناها أن الدولة تملك أمر نفسها، بمعنى أنها تتصرف بحرية مطلقة. نعم. مطلقة في. نعم. شؤونها الداخلية. نعم. في شؤونها الخارجية. فالاستقلال في هذه الحالة يعني أن الدولة لا يسيطر على قرارها الداخلي أو الخارجي أي جهة أخرى، خاصة جهة خارجية. تمام. من هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن الليبيين الذين عايشوا الاستعمار الإيطالي، كان الاستقلال بالنسبة إليهم شيئا عظيما. لماذا؟ لأن إيطاليا عندما جاءت وغزت ليبيا واحتلتها سنة 1911، كان الشعب الليبي كما يقول بعض المؤرخين سكانه يتراوح تعدادهم حوالي 1,800,000. مات تقريبا بسبب الحرب وبسبب المعارك وأيضا بسبب الأوبئة التي انتشرت بالعهد الإيطالي في ليبيا، تقلص عدد سكان ليبيا إلى حوالي نصف. حتى أن نعم حتى عندما قام أو أعلن عن استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951، وتم أول تعداد رسمي لليبيا سنة 1954، لم يتجاوز سكان ليبيا في ذلك الوقت 1,500,000. يعني إجرام. نعم. نعم. فكلنا لو رجعنا إلى الأرشيف خاصة الأرشيف الإيطالي. نعم. الموجود الآن في روما. نعم. في إيطاليا، لو نراجع أرشيف الحرب على الغزو الإيطالي لليبيا ونراجع نرى صور المجاهدين الذين كانوا يعلقون جهارا نهارا بالعشرات في الميادين المدن التي كانت تقاوم هذا الاستعمار. نعم. سواء خاصة في المنطقة الغربية وكذلك طبعا في المنطقة الشرقية. نعم. وإن كانت أكثر صور التي كانت يعني تظهر في الأرشيف الإيطالي للمشنوقين من المجاهدين الليبيين هي صور المجاهدين في المنطقة الغربية. نعم. وكلنا نرى هذه الصور الآن. اذهب إلى النت واكتب مثلا صور المجاهدين الليبيين. نعم. أو المقاومين الليبيين بأي عبارة من العبارات بين العهد الإيطالي الذين شنقوا أثناء العهد الإيطالي، سترى العشرات من الصور. المعاناة التي عاناها الشعب الليبي من الإيطاليين جعل ذلك الجيل يدرك قيمة ذلك الاستقلال. وإن شاء الله نحن في أثناء إن شاء الله الحديث سنبين يعني ماذا فعل الليبيون كي ينالوا استقلالهم بعد الحرب العالمية الثانية. لكن المشكلة الآن جاء جيل لا يعرف هذه القيمة، وهذا أيضا فيه جزء، لا أقول الجواب الكامل، ولكن فيه جزء من الجواب عن سؤالك لماذا لم يحتفي الليبيون بهذه المناسبة الكبيرة في تاريخه. لكن احنا نشاهد ان دول العالم حتى امريكا اللي هي الان تعتبر سيدة العالم وزعيمة العالم على اللي يحب وعلى اللي يرضى او اللي يكره، ومع ذلك هي تحتفل لا زالت الى اليوم بذكرى استقلال اللي هو 4 تقريبا جولاي، الفرس يقولون جولاي، هم يوم 4 يوليو من كل عام يحتفلوا فيه الشعب الامريكي بذكرى استقلالهم عن بريطانيا العظمى في ذلك الوقت عندما نالوا استقلالهم تقريبا في سنه
واعتقد والله 76 عندما فصل عن بريطانيا. كل شعب ذاق ولاية الاستعمار وذاق ولاية الاحتلال الذين عاصروا يدركوا هذه القيمة. نحن الآن ولا بأس أن نعرج قليلا على أهلنا في فلسطين لأنهم جزء منا ونحن جزء منهم بحكم أواصر الدين أولا والعقيدة أولا ثم بحكم أواصر الدم العروبة كما يقولون واللغة والأمال والألام كما علمونا في فترة الخمسينات الدنيا كان ما زال فيها بقية خير. فأهلنا في فلسطين فتاة صغيرة في 16 من عمرها عهد التميمي تخرج بالحجارة تركل وتصفع وتضرب الجندي الصهيوني المدجج بالسلاح. طبعا كثير من الناس لا يعرفون السبب لما فعلت هذه الفتاة الصغيرة ذلك ولما يخرج الشعب الفلسطيني الآن في القدس وفي غير القدس عاري الصدر وليس له من سلاح في يده إلا الحجارة، وقد كان هذا سلاحهم في الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة والآن ثورة القدس أو انتفاضة القدس الشريف، وإحدى رموزه الآن الطفلة اللي هي عهد التميم. عندما سئلت على السبب قالت لأن هؤلاء الجنود أرادوا أن يتخذوا من سطح بيتنا مكانا لقنص الشباب الفلسطيني الذي يقذف الجنود الإسرائيليين بالحجارة. هؤلاء يعانون يا أخي من سنة 1917 والشعب الفلسطيني الآن بلغ 600 سنة وهو يعيش في ظل الاحتلال. الاحتلال البريطاني عندما أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية فلسطين أصبحت محمية بريطانية وأصبحت تحت الانتداب البريطاني، ثم خرج الإنجليز وسلموها باردة إلى اليهود باتفاق سري بينهم، وأهلنا في فلسطين يعانون صباح مساء وليل نهار يعانون من ذل هذا الاستعمار. الصيادين في غزة لا يستطيعون يا أخي أن يصطادوا، كل يومين ثلاثة يطلق عليهم البحرية الصهيونية تطلق عليهم الرصاص وهم خارجون للصيد بزوارقهم للاسترزاق. العمال في 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 الضفة الغربية أيضا ضيق عليهم. أنت لا تستطيع أن تنتقل من مكان في فلسطين في الضفة الغربية إلا بتصريح من لا تستطيع أن تصلي صحيح في المسجد الأقصى إلا إذا كان عمرك فوق الـ45 وأعتقد زادوها بعدين الآن خلوها فوق الـ55. يعني هم يعيشون في جحيم. نعم أنت عندما تعيش آلام الذل والقهر والاستعباد والاستكبار التي يمارسها أرض الخلق على الأرض في اليهود في على أهلنا فلسطين، عند أن ندرك ونعرف لما أن أهلنا في فلسطين قالوا الموت ولا الذل، الموت ولا العار، هم يسعون إلى تحرير فلسطين. إلى البارحة أسمع فسمعت فلسطينيين يبكون والله، قالوا فلسطين كلها من البحر إلى النهر نريد إعادتها، بينما للأسف الشديد كشفت بعض القنوات وبعض المجلات الأمريكية كشفت المؤامرة الكبرى التي يمارسها بعض الزعماء العرب ضد فلسطين ضد الفلسطينيين. حتى إنني سمعت أحد المسنين من غزة سألوه في لقاء قال والله نحن نريد مساعدة واحدة من الزعماء العرب، مساعدة واحدة فقط. فقال باللهجة الشامية حلوا عن سمانة يا أخي الزعماء العرب، هذه هي مساعدة، دعونا نعم نحن مساعدكم أن تتركونا وحالنا، لا نريد منكم درهم ولا دينار ولا نريد منكم سلاحا. نعم دعونا، لكن المتآمر الأول على القضية الفلسطينية هم بعض قادة الحرب. نعم. الزعماء العرب هؤلاء أخطر على قضايا أمتنا الداخلية ومنها القضية الليبية هم هؤلاء. نعم طيب دكتور، من خلال حديثك الآن هل تريد أن تصل بأن الاستقلال شيء عظيم، بمعنى أن ضربت مثالا بالفلسطينيين، يعني لو أنهم الآن يعني نريد الليبي يتخيل المعاناة التي يعيشها الآن الفلسطينيون كيف كان يعيشه أجداده الليبيون، ثم الحمد لله نالوا استقلالا. السؤال الذي
يطرح نفسه دكتور، هو الآن أنت عندما عرفت الاستقلال والسيادة، ما معنى الاستقلال ومعنى السيادة؟ هي أن تملك الدولة أمرها. هل كان استقلال ليبيا فعلا استقلالا حقيقيا، وكانت الدولة في ليبيا فعلا تملك أمرها، وإلا كان زي ما سماه القدافي في السابق كان استقلال مزيف، والاستقلال الحقيقي هو لما جاء بانقلاب سنة 69؟ هل فعلا كانت ليبيا في عهد الملك تملك أمرها، وكنا نرى هذه القواعد في كل مكان ونرى التدخل ونرى كذا، هل فعلا كان استقلال حقيقي أو فعلا مزيف يعني بكل شفافية؟ هو إذا أردنا أن نتحدث بصراحة وبدون مجاملات، هو استقلال ليبيا إذا نظرنا إليه بالمعايير الدستورية القانونية لمعنى الاستقلال كما سبق وأن بينت في أول حلقة أن أهل الدستوري وأهل القانون الدولي يقولون بأن السيادة هي أن تملك الدولة أمرها وتملك أمر قرارها في الداخل وفي الخارج. تمام، أنت خذ هذا المعيار وطبقه. تمام، هل كانت ليبيا تملك أمرها في الداخل والخارج؟ ليبيا في ذلك الوقت كانت تملك أمر نفسها في الداخل إلى حد كبير، لكن أمرها الخارجي كان منقوصا وبشكل كبير. لكن السؤال، وكثير من الناس أنا على يقين بما فيهم الذين يقولون نحن أصحاب الإسلام السياسي، كثير منهم لا يستطيع أن يدرك هذا الكلام الذي سأقوله إدراكا كاملا، وقد يصعب على الكثيرين فهم هذا الكلام. من قواعد الشريعة أولا، وأقول ومن قواعد العقل الذي وهبه الله للإنسان وميزه به عن سائر الكائنات وأوله الحيوان، ميز الله الإنسان بماذا؟ ميزه بالعقل. ولذلك علماؤنا عندما يتكلمون عن أي مسائل يتكلمون عن حكمها من الناحية العقلية، ويتكلمون عن حكمها من الناحية الشرعية. نعم. لذا نجد أن الإمام الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الموافقات عندما تكلم عن مقاصد الشرع وذكر أنها خمسة: مصلحة الدين، ومصلحة النفس، ومصلحة العقل، ومصلحة العرض أو النسل، ثم أخيرا مصلحة المال. قال أن هذه عندما نستقرئ جزئيات الأحكام أو الأحكام الجزئية نجد أن الشريعة قد تواترت أحكامها لإيجاد هذه المقاصد الخمس العظمى والحفاظ عليها. قال وأيضا ومن ليس لهم دين عرفوها بعقولهم وهم حريصون عليها في كل ملة من ملة، حتى إن لم يكن لديهم رسول. سبحان الله. نعم، حتى إن لم يكن لديهم رسول هم حريصون على ذلك. نعم. كي نجيب، لأن الذي حدث أنه عندما جاء الاستعمار الإيطالي طبعا انتزع ليبيا من يد الدولة العثمانية التي كانت ليبيا جزء منها. كانت ولاية، ولاية طرابلس وولاية برقة وولاية تزان، انتزعتها إيطاليا بقوة السلاح. ثم حدثت الحرب العالمية الثانية سنة 39، ودخلت إيطاليا وأعلنت الحرب على بريطانيا، و تكون الجيش ما يسمى الجيش الليبي السنوسي في ذلك الوقت سنة تقريبا 41، وعقدوا نوع من الحلف مع قوات الحلفاء، وكانت هناك اتفاق بين السيد محمد أحمد الشريف، لا الشيخ هني الملك إدريس. نعم. رحمه الله، ومع الإنجليز على أن تمنح ليبيا استقلالها وخاصة برقة في نظير هذه المساعدة، لأنه هو كان سياسة منا أنه يستغل هذه المعونة في نيل الليبيين استقلالهم. ولكن الذي حدث طبعا بعد أن هزم المحور ومنه إيطاليا، أن تقاسمت الدول الثلاث، أخذت بريطانيا برقة وطرابلس وجعلتها تحت إدارتها، وفرنسا أخذت فزان وجعلتها تحت إدارتها. طبعا هذه قصة طويلة يعني
من يقرأها في عند المؤرخين الذين أرخوا هذه الفترة يجد أن حصلت فيها صراع كبير جدا بين الدول العظمى في أو اختلفوا على تقسيم اللي تركت إيطاليا التي كانت إحدى دول المحور الذي خسر الحرب العالمية الثانية. نعم. ما علينا، مش هذا موضوعنا. نعم. ليبيا عندما بعثت الأمم المتحدة أعتقد في 1949 لجنة مكثت في ليبيا 3 سنوات، وجدوا أولا أن الشعب الليبي لا توجد فيه ثروات البتة، لا شيء، لا نفط كان يعرف في ذلك الوقت في ليبيا، ولا غاز ولا حديد ولا نحاس ولا أي ثروة معدنية ولا حيوانية ولا نباتية. النباتية الوحيدة كانت عندنا حلفة، نذكرك وأنا عيطة في صغير كانوا يبصوا فيها يبيعوا فيها لإيطاليا، قالوا يصنعوا فيها في الأوراق النقدية. نعم. فكانت ليبيا خالية من أي مورد معدني أو نباتي أو حيواني أو أي مورد أيا كان تقوم عليه الحياة. أيضا اللجنة اكتشفت بعد 3 سنوات أن عدد الذين نالوا شهادات جامعية الذين درسوا في مصر أو القلة ذهبت ودرست في المدارس الإيطالية ثم ذهبت إلى روما، الذين يحملون الشهادات يعد على أصابع اليد وليس مئات، يعني الأمية كانت متفشية في ليبيا. فعندما كتبوا التقرير قالوا إن ليبيا تفتقر إلى المقاوم الاقتصادي أو معدوم فيها المقاوم الاقتصادي، وأن ليبيا معدوم فيها الجانب البشري، لأن الثروة البشرية حتى هي عنصر من عناصر الدول معدومة في ليبيا. قلت لك لما غزت إيطاليا ليبيا مات نصف الشعب الليبي وكثير منهم هاجر إلى خارج ليبيا. أنا طرابلسي في تونس مين؟ ما أصل من ليبيا، والمصراتي وين في تونس؟ ووجدت أناسنا في الأردن أصلهم من أهلهم الذين هاجروا زمن حرب العهد الإيطالي، ووجدت أناسا من أصل الليبيين في تركيا، وحيثما ذهبت تجد شرق وتغرب تجد الليبيين هاجروا أثناء الحرب الإيطالية، وأيضا حتى الآن في ليبيين كثيرين هاجروا ونووا وقرروا عدم العودة إلى ليبيا بعد الأحداث اللي الآن مر عليه في ليبيا الآن 7 سنوات. نعم. المهم فجانب تعليمي معدوم، جانب بشري يكاد يكون معدوم، جانب اقتصادي يكاد يكون معلوم. فكتبت تقريرها وقالت إن ليبيا لا تملك مقومات أن تقوم بها دولة مستقلة ذات سيادة. هنا طبعا تدخل الوطنيون من الليبيين في ذلك الوقت، وكان من بينهم الملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمة الله عليه، وأيضا الجمعيات الوطنية في طرابلس والأحزاب الوطنية في طرابلس والجمعيات التي كانت في برقة، وأيضا القلة التي كان عندها من الوعي في جنوب سبها، تدخلوا وقاموا بجهود بمعيار عصرنا اليوم أو بوقتنا هذا الحال تعتبر جهود جبارة، مع مستوى بالمقارنة بمستواهم التعليمي والفكري والوعي السياسي في ذلك الوقت، أنا أعتبرهم حقيقة أناس في قمة صحيح. الذكاء السياسي صحيح. وليس هذا فقط، بل حتى إندريان بيلت الذي نصبته الولايات المتحدة نصبته الأمم المتحدة في ذلك الوقت هو مندوبها في ليبيا لحل الأزمة الليبية في ذلك الوقت إلى أن تنال ليبيا استقلالها، شاهد بأن الذين قادوا المعركة السياسية لنيل استقلال ليبيا عن في أروقة الأمم المتحدة في ذلك الوقت شاهد لهم بشيء، قال صحيح هم يفتقرون إلى الشهادات لكن كان يملكون شيئا يندر عند الكثيرين وهي الوطنية. وهذه مشكلة ليبيا اليوم، فقدان الذين يتولون زمام الأمور الآن في ليبيا فقدانهم للوطنية. والله إذا كان عندهم 10% من وطنية أجدادنا الذين ناضلوا من أجل استقلالها والله ما وصلنا للحل اللي احنا فيه الآن. يبيعون ليبيا الآن في الخفاء، حط على كرسي وتذهب ليبيا وأهلها إلى جحيم. الله مستعان. المهم انت، أنا حقيقة يعني من من القهر اللي شرقت وغربت ودخلت في بعض الأزقة التي هي أبعدتني عن موضوع دكتور هو سأخرج فاصل لكن الحقيقة هو راه استقلال، لكن أنا بنشوفك ليش؟ لأن القذافي طيلة 42 سنة وهو يقول أراد أن يطمس تاريخ هذا التاريخ. طيب. وقال عندما قام بانقلابه سنة 1969 هو يعتبر نفسه هو المنقذ والمحرر لليبيا من الاستعمار السنوسي على رأيه هو. نعم. طيب دكتور سأدلك في الخروج إلى فاصل ثم نواصل، سأخرج إلى فاصل أيها الأفاضل ثم نواصل إن شاء الله تعالى.
هالأيام بدأت تشوف السلبيات ولا تهلبة، وحتى اللي يبي يدير حل ما عادش عرف منين يبدأ. لكن هذا مش معناه إن نقعمزوا وما نديروا شيء. هاي فرصة جديدة وجت لعنا، حاول تشارك فيها وما تكونش حتى أنت من السلبيين. سجل لي إنك مواطن، لأن هذا حقك ولازم تدافع عليه، ولأن الوطن مسؤولية الكل، أني وإنتي وإنت في كل مكان في ليبيا. لازم نسجله باش نساهموا كلنا في بناء مستقبل لينا ولأولادنا، والتسجيل أسهل منه ما فيش. مجرد إنك تكتب رقمك الوطني مربع رقم مركز الانتخاب وتبعتهم على الرقم 15015، ولأي استفسار اتصل على الرقم 1441. هيك تكون سجلت وخدمت روحك وخدمت بلادك ليبيا. سجل الناخبين مكسب لكل الليبيين. مرحبا بكم أيها الأفاضل مرة أخرى، ورحب ثانية بالأستاذ مصطفى بشير طربسي الباحث في العلوم الشرعية. دكتور، باعتبارك الآن من جيل الشباب في ليبيا فترة الستينيات، هل ماذا حقق الاستقلال لليبيا يعني من مظاهر توازي هذا الحدث العظيم وهو الاستقلال؟ نعم، هو قبل أن أجيبك عن سؤالك لابد أن تعطيني دقيقة فقط ولنزيد عنها إن شاء الله. نعم. لربط حديثي أنا لما تكلمت عن وضع ليبيا، يعني الملك إدريس رحمة الله عليه عندما جاء ليبيا، جاء ليبيا يعني بالعربي لا توجد مقومة الدولة. طيب في هذه الحالة لماذا ذكرت أنا كلام الإمام الشاطبي عن حفظ المقاصد الخمسة التي جاء الشرع بها لإيجادها وحفظها؟ لأنه عندما جاء يعني استلم لا دولة. طيب إذا كان ليبيا كانت ميزانية ليبيا تدفع فيها بريطانيا 2 مليون استرليني، 2 مليون وسرقت أيضا من بعض الناس، ماذا يصنع؟ فاضطر كما يضطر كما أباح الشرع للمضطر أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر إذا فقد المال الماء والطعام الحلال، أباح له أن يأكل من الميتة. فهو تعامل مع هذا الأمر لنيل استقلال الليبيين ويبني هذا الوطن، تعامل في معاهدته مع بريطانيا تعامل المضطر الذي لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يشرب. ولكن من سوء حظ هذا الرجل رحمة الله عليه أنه عندما قررت حكومته في سنة 69 أن تقوم بإلغاء المعاهدة لأن أصبح ليبيا لها الدخل الكافي أن تقوم بالتنمية في ليبيا، لسوء حظ هذا الرجل والذين معه قام القذافي بانقلابه وقطف الثمرة وقال أنا الذي أتيت بهذا الخير الليبي. كل المشاريع، مشاريع الإسكان، نعم، مشاريع الجامعات، نعم، مشاريع الصحية، المشاريع التنموية في ليبيا كلها خططت في سنة 66 خطة خماسية، وقبل أن تسلم المفاتيح قام بانقلابه وأخذه الثمرة. أنا دكتور استغربت مرة، كنت في أثناء في إبان ثورة فبراير، كانت هناك مراسل من بلدة وازن التي تقع على الحدود الليبية التونسية من الجنوب يعني غرب نالوت، كان المراسل يقول نحن الآن في شعبية إدريس. تصور وين وازن وين كان الملك إدريس. وازن هذا تبعد عن البيضاء أكثر من 1400 كيلو، نعم، ومع ذلك طالتها يد الإنماء والتنمية. نعم نعم. قال نحن الآن في شعبية إدريس على كوبري. الآن دكتور كوبري ما هي؟ نعم كوبري، عارف أنت الطريق الساحلي هذا؟ إيه؟ الطريق الساحلي. إيه؟ هو كان هذا يعني نقدر نقول لك آخر مشروع يعني سلم في عهد الملك، لأنه افتتح الطريق الساحلي افتتح في 1968 قبل انقلاب بسنة. الكلام هذا يطول كثير جدا. الآن ما مظاهر، أعطينا دكتور هيك باختصار مظاهر الدولة التي حققها الاستقلال في إبان حكومة الملك إدريس. أول مظهر حقيقة إدريس. وهذه من العجائب اللي حصلت في التاريخ المعاصر. نعم. أن يقوم شعب عن طريق نوابه ممثلة في جمعياته السياسية والأهلية وأحزابه السياسية، أن يقوم ولم تقوم له دولة بعد أن تصر هذه الجمعيات. نعم. وأن يصر صاحب الأمر في برقة في ذلك الوقت وهو محمد إدريس السنوسي رحمة الله عليه أن يصروا على الدستور أولا. وهذه راهي من النوادر في التاريخ المعاصر.
نعم. فهو عندما عرض عليه أن تتم بيعته أو بيعته أولا ثم بعد ذلك تنشأ الحكومة ثم بعد ذلك يكون دستور، رفض ذلك، قال الدستور أولا هو ملك. نعم طبعا. يعني ضاع أنت الأساس الخطة زي الخريطة بتاع البناء، يضعها المهندس أولا تتقدم به المهندس، يضع لك خريطة البناء ثم بعد ذلك يشرع البنؤون في البناء تحت إشراف هذا المهندس. طبعا. وهو صار على هذا المنهج. طبعا. يا أخي من المظاهر الدولة التي عاصرتها أنا وجود الدستور ماذا يعني؟ معنى ذلك أن الدستور يحمي حقك وحقي، معنى ذلك أن يكون هناك رقابة، معنى ذلك يعني أن لا تتغول سلطة على سلطة أخرى، أن تكون السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية منفصلة عن السلطة القضائية. انظر إلى عهد القذافي ماذا حدث بعد إلغاء الدستور، رغم أنا لا أقول لك أنه دستور مثالي لأنه هو وضع بشري، نعم، ولكن كان أفضل الموجود في ذلك الوقت. والله في هناك دول عربية حسدت ليبيا على موقفها أو على وضعها القانوني ووضعها الدستوري، كانت أول دولة عربية وأفضل دولة عربية من حيث الوضع القانوني والدستوري وحماية حرية الأفراد. أنا أضرب ذلك مثلا، هذا عصرت لنا شخصية، في عندما خرج طلبة في مظاهرات في ليبيا سنة 1965 وتم اكتشاف ما يسمى بحزب القوميين العرب في ليبيا والباعثين العرب، تم اعتقالهم من شتى أنحاء ليبيا، وكان النصيب الأكبر لهم في بني غازي. تم اعتقال فيما أذكر أنا 500 منتمي إلى التيار، نعم، التيار الحزبي اللي هو القوميين من القوميين العرب ومن الباعثين العرب. جارنا جار لي كان من القوميين العرب، انتبه، واتمنى من الساده المشاهدين الكرام ان ينتبهوا لهذه النقطه. تم اعتقاله، فجاء والده لزياره الوالده عندنا في البيت، فسمعته يتحدث للوالده، قالت له ماذا حدث مع ابنك الذي تم اعتقاله؟ كيف حدث الواقع؟ سمعنا ان ابنك بالامس جاءوا اعتقلوه. قال والله طرق الباب، ففتحت الباب وجد ضابط ومعه شرطيان ومعه مذكرة بالتفتيش وأمر القبض من النيابة العامة، يعني الضابط واقف ومعه من الشرطة، لم يستطع أن يضع رجله في داخل البيت إلا وقد أحضر أمرا من النيابة يأذن له بدخول البيت والقبض على هذا المتهم، مثل ما كان الذي كان ينص القانون، ينص القانون على أنه متهم حتى هذا أنه بريء حتى تتم مضحك بوكي يا شيخ، مثل ما كان في عهد القذافي. نعم بالتمام، في عهد القذافي يا سيدي الذين لا يعرفون نعرفهم، والذين يعرفون نذكرهم، والله يدخلون في منتصف الليل على النساء والنائمات ويقلب البيت أعلاه ويجعلونه أسفله وأسفله يجعلونه أعلاه، ويتم الاستيلاء على الحلي والذهب بتاع النساء من الخواتم وغيره وغيره ومن أموال في البيت حتى وإن لم يكن الشخص المطلوب موجود دون أي وجود أي ورقة، نعم، من النيابة أو أي إذن من النيابة بي 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 طيب. أو أي تهمة. تمام دكتور، مجرد هذا مظهر. تمام، هذا مكسب عظيم يا أخي. عفوا هذا أنت نعم أنت الآن في أمريكا تجد عارفة الشرطة الأمريكية ولا الشرطة السويسرية ولا الشرطة الإيطالية ولا الفرنسية، أقصد هنا في الدول اللي احنا نقوله دول متحضرة، لماذا؟ لأنهم أقاموا العدل فيما بينهم. ليش الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عذب ونكل بأصحابه في مكة أمرهم بالخروج إلى الحبشة، وبما علل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علل اختياره للحبشة؟ قال إن بها ملك لا يظلم عنده أحد. العدل يا رجل، صحيح. العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. نحن يا رجل والله نحن مبتلون بالاستبداد، مبتلون بالظلم يا أخي، بعد 42 سنة من الظلم والقهر تأتينا أخرى أيضا تجيب لمصيبة أخرى نقدر نعاني فيها 50-40 سنة وتضيع البلاد أيضا أخرى؟ والله لن تقوم لأي دولة، أي دولة أين كانت، والله لن تقوم لها قائمة ولن تنمو، خاصة دولنا العربية والله لن تقوم لها قائمة إلا بأن ينتهي فيها الاستبداد وأن يقوم فيها ساق الحدث.
طبعا. غير ذلك المظهر الثاني حقيقة اللي احكي لك على عصرته. أنا كنت طفل صغير وكنت أشتغل في محل الصاغة. محل؟ الصاغة اللي هو يقولوا الآن ذهبين. ذهبين نعم. فأذكر كان يأتي ما يسمى في ذاك الوقت الوردي يعني نقول عليه اللي هو ذكرني بال دلال. لا 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 الوردي اللي هو الحرس البلدي. كويس. يأتي بذكة البزة جميلة وكان يلبسوا فيه الشنة الحمراء ودليلة فيها الحسة جميلة جدا حتى يعني والله حتى كان مظهرهم جميل جدا رجال دولة يعني. فكان يأتي ويقف أمام الحل يقول يا شباب راه يوم السبت القادم يبدأ في معايرة الموازين. معايرة ماذا الموازين؟ فكان أنا شقيقي الأكبر اللي هو كان عندي محل يعطيني الميزان وأذهب إلى شارع في 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 شارع اسمه شارع لا إله إلا الله شارع بالروين زقاق هو اسمه زقاق بالروين كانت توجد فيه مبنى للبلدية أو بيت للبلدية يتم فيه معايرة هذه الموازين. فتجد الجماعة الخضراء بتاع الفندق جايبين الموازين لهذين اللي بالعجل، تجد ناس جايبين بتاع الخضارين وغيره وغيره جايبين موازينهم، تجد اصحاب البقالين جايبين موازينهم، تجد ايضا اصحاب محلات الذين يبيعون الذهب والفضه جايبين موازينهم الدقيقه الصغيره. فاللجنه تاخذ الميزان وتعاير الميزان. اذا كان الميزان في خلل ماذا يقومون؟ يقوم احتجازه. والميزان الذي يعاير ويظهر مضبوط يخرج خاتم من حديد، خاتم من حديد ثم يدمغ ان هذا قد تمت معايرته ويسجل بالدفتر بتاريخ كذا كذا. وهكذا دواليك يفعل، لماذا هذا؟ هذا مظهر من مظاهر الدولة يا رجل. حماية حقوق المواطن، ألا يغشك التاجر، الآن الأدوية اللي عندنا في الأسواق يا رجل مغشوشة. الآن حدثني أحد الناس قال لي الصابون المكتوب عليه الآن تايد وبارسيل وجميع الأسماء وجميع أنواع اسمها شامبو شعر كلها مغشوشة، يذهبون إلى الصين ويأتون بمصانع تطبع لك نفس العلبة من الصابون أو من الشامبو أو من العطر ثم بعد ذلك في مخازن سرية هنا في المدن الليبية يتم بالمواد التالفة والمواد التعبانة اللي هي غير أصلية ثم تعبى في هذه الزجاجات أو تعبى في هذه الصناديق ثم تباع وهي والله لا تسوى دينار واحد وتباع للمواطن بعشرة دينار. لماذا؟ لأنه لا توجد رقابة، لا توجد دولة. هنا قيمة الدستور والدولة. لو كان في دولة هذا كانت إحدى مظاهر الدولة التي انقلب عليها القذافي. مشهد ثالث أخير والله نقوله من مظاهر الدولة الليبية. البريد. كل المعاملات في الدول الغربية باسبورتك يأتيك في البيت. إجراءك الطبي تديره وأنت في البيت. تسجيل ابنك وغيره وغيره والمدرسة تتم عن طريق التليفون. لماذا؟ لأن في دولة. في ليبيا سنة 1000 وأنا طفل صغير سنة 1957 كان عمري 8 سنوات كان يأتينا رجل على دراجة نقول عليه بشكليطة اسمه عمي صابر كان يأتي ومعه حقيبة لا زالت بين أعين حمراء بالجلد ويأتي إلى بيتنا من الصفيح ويطرق الباب هل والدتك موجودة؟ هل شقيقك الأكبر موجود؟ نعم يا عمي صابر يخرج شقيقي الأكبر ويخرج دفتر والدي كان يشتغل في سبها وكان يرسل لنا برسالة وفيها مرتب في ذلك الوقت 10 جنيه فكان يضع فيه في داخل رسالة ورسالة مسجلة فكان يأتي ويخرج شقيقي الأكبر ويوقع له ويأخذ الرسالة ماذا يعني؟ جاي على بشكليطة لكن ماذا يعني هذا؟ أن الرسالة تصل إلى صاحبها في بيته رغم الفقر الذي كانت تعيشه ليبيا لكن هذا مظهر من مظاهر الحضارة الآن يا رجل فقد شهادات ناس فقد التقارير الطبية للناس لا يوجد عنوان بريدي ثابت في ليبيا إيش إن شاء الله هذه من أنا مستغرب الناس يقول لك والله هي يوم من أيام القذافي وأخاطب إخواننا الليبيين اللي هم كانوا مناصرين وأعضاء في نظام القذافي هذه بلادكم يا أخي كيف ترضوا لبلادكم هذا؟ كيف ترضوا لأهلكم هذا يا أخي؟ لماذا هذا القائل احنا مكتوب علينا نعيش من ظلم إلى ظلم نخرج من ظلم وندخل في ظلم؟ لماذا لا نكون كبقية الشعوب يا أخي؟ نحن لا نريد أن نصنع طيارة ولا نريد أن نصنع قنابل بالذرية ولا نريد أن نصل إلى القمر ولا المريخ ولا نريد الخروج إلى أي مكان نحن نريد فقط أن نعيش بقية كبقية الناس أحرار في قرارنا أحرار أن نبني مدارس أولادنا أن نعيش كبقية الخلق منظمين
ما يحدث الآن في المصارف وهذا يحتاج إلى حلقات. دكتور مظهر التعليم، أعطيني مظهر التعليم يهمني جدا يا دكتور. في مظهر التعليم الحقيقة كما قال أدريان بلت، الذي ميز الجيل الذي قاد ليبيا بعد الاستقلال رغم يعني ضعفهم التعليمي تميزوا بشيء، الوطنية. تمام. وحب هذا الوطن. لذلك ماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى مصر، ومصر في ذلك الوقت كانت بخير. عندما نالت مصر استقلالها سنة ليبيا استقلالها سنة 1951 كان الانقلاب المشؤوم في مصر لم يقم بعد. بعد بسنة، صحيح. كانت مصر هي التي تستدين منها الدولة العظمى بريطانيا. يا رجل، في سنة قبل انقلاب عبد الناصر عليه من الله ما استحق، مصر في سنة 1952 أو في 51 تقدمت ببريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، تقدمت إلى الحكومة المصرية بطلب كي تقرضها 200 مليون جنيه، وكانت الجنيه المصري يعادل 2 استرليني، فرفضت مصر أن تقرض بريطانيا في 51. لماذا؟ قال لأن الشروط لا تنطبق على بريطانيا. انظر الآن ماذا حل بمصر، هذه نتيجة الذين يريدون الحكم العسكر. الآن الباوند الاسترليني يا شيخ يساوي أكثر من 30 جنيه مصري. طبعا لو أنت والله ممكن، نعم صحيح، أكثر من 30. لأن اليوم 21 أمس شفته، نعم إيه حوالي 25 21 أقل شيء 25 17.70 نعم 25. عفوا، أنت شنو هو كان السؤال؟ على السؤال التعليم. التعليم. فهم ذهب أهل الخير بليبيا وأتونا بخير المدرسين. كان والله في لجنة لا يخرج منها إلا المدرس الممتاز يبعث ليبيا، مش أي مدرس حرك بالعود قالوا عربنا وأعطي المسعود، كان يأتون بأحسن الأساتذة. ولذلك كان الليبي عندما يتخرج من جامعة غريونس ويذهب إلى أي دولة في العالم كان يقبل مباشرة دون ما كانش اسمها غريونس عاد الشيخ هذاك الوقت، والله ما بنغازي، جامعة بنغازي. أنا معلش هذه من الآثار التي تسربت إلينا. المهم كان الطالب الليبي يقبل دون قيد وشرط في أي دولة في العالم. لماذا؟ لأن كان أساس التعليم قوي. أنا أعطيك مثال على التعليم. شقيقي رحمة الله عليه توفي عمره 70 سنة، لم ينل حظ من التعليم إلا الصف الرابع الابتدائي. والله الذي لا إله إلا هو كان يقرأ في تفاسير القرآن بطريقة أو بقدرة لا يملكها كثير من تخرج من الجامعة الآن. لماذا؟ لأن كان عندنا في ذلك الوقت طريقة التعليم اللي يسموا فيها الطريقة الجزئية في التعليم. طريقة جزئية اللي تبدأ بالطفل بالحروف ثم بعد ذلك من حرفين ثم ثلاثة وهكذا. لا يأتي الصف الطفل إلى الصف الثالث إلا وقد أتيه بأي كتاب. يقرأ جريدة. نعم يقرأ جريدة بس عاد يقرأ. يا رجل كان يعين المدرس، أذكر كان يعين فيه مدرسين مثلا الصف السادس ابتدائي. لماذا؟ لقوته في اللغة العربية. الآن هذا أنا اشتغلت درست في الجامعة ودرست في مدرسة الثانوية، والله العظيم طالب يسأل فيه يقول يا أستاذ أقرأ لي سؤال. طالب في الثانوية مش عارف يكتب اسمه. طيب يا ابني أنت كيف وصلت للثانوية العامة؟ طبعا هذا شنو؟ سياسة الترحيل. الطالب يخرج ويصل إلى حتى الجامعة يتخرج منها يا إما بالغش يا إما بالفلوس يا إما بماذا؟ بالترحيل. لا يا دكتور التعليم حقيقة كان مؤسس. أنا أعطيك مثال. الجامعة الإسلامية في البيضاء. في البيضاء عندما أسست، صديقي رحمة الله عليه الشيخ يوسف الفتاح ذهب إلى الأزهر وكان رجلا كفيفا رحمة الله عليه. قال لي عندما بعثني والدي وكان والده شيخا بعثه إلى الأزهر بتوصية لي دكتور. قال خرجت على عميد كلية، دخلت على كلية عميد كلية أدخلوني عليه. قال فعندما دخلت على عميد كلية وقرأ رسالة والدي والتوصية بالاهتمام بي لأنه كان كفيفا، قال لي أخذ بيدي. القصة هذه سنة 1965. قال أخذ بيدي ودخل بي إلى المسجد، مسجد الجامع الأزهر. قال ووضع يدي على سارية العرصة وقال لي يا بني ارجع إلى بلادك. فلم يبقى من الأزهر إلا هذا العلم في بلادك. لماذا؟ لأن معظم العلماء المتميزين والماهرين والبارعين وأساطير العلم في الأزهر في ذلك الوقت جاءوا بهم من مصر يدرسوا في ليبيا في الجامعة الإسلامية.
فأصبحت تجد التركي والماليزي والإندونيسي والنيجيري وجدت إنجليز، وجدت من جميع بقاع الأرض يدرسون في ليبيا. لماذا؟ لأنهم قد علموا أن ليبيا أو الجامعة الإسلامية جامعة محمد بن علي السنوسي البيضاء أصبحت منارة في العلم تنافس الأزهر الشريف في ولذلك في كان أول إنجازات القذافي أنه أقفل هذه الجامعة. طبعا هذا طبعا دكتور بالله عندي سؤال، كان أول حاجة قفلها الجامعة، لأن الوقت بدأ يدهمنا دكتور، بقي أقل من 10 دقائق، من 6 أو 7 دقائق. لماذا الآن بعد هذه، الآن ذكرت لنا مظاهر كثيرة من مظاهر التي حققها الاستقلال، لكن سؤال يطرح نفسه دكتور، لماذا إذن تراجعت شعبية الملك والمملكة والناس وصل بهم الحال في آخر عهدهم في أواخر الستينات إلى أن قالوا اللفظة المعروفة إبليس ولا إدريس؟ نعم يا سيد الفاضل، أنا حنك إلى قصة وأعتقد بالمثال يتضح المقام. لذلك هذا أحد أسرار القرآن في أنه يكثر من الأمثلة، لأن الأمثلة توضح المقصود أكثر من الكلام. لا أدري هل مازال عندنا وقت، يعني كم مازال وقت؟ تمام تمام، بقي دقيقتين وثلاث بس. دقيقتين، أنا حكيت القصة دي بقتل. تمام سامي. صديق لي كان من المتأثرين بالرئيس المصري الراحل عبد الناصر. نعم. للأسف أن راديو صوت العرب لقد يعني شوه العقل العربي المسلم. نعم. عبد الناصر كان نكبة على ما يسمى بالأمة العربية، لأن هذا الرجل استطاع بدهاء وبخلة بالكلام أن يضحك على الشعوب العربية. كنا نمر عندما يخطب عبد الناصر بيلقي خطاب، كنا نمر بشارع بغولة تجد أصحاب المحلات كل 4 5 3 قاعدين على الراديو عزين كما قال القرآن، يستمعون إلى هذا الملهم وهو سيلقي إسرائيل في البحر ثاني يوم. للأسف استطاع أن يقنع بهذه الخطابات الجوفاء وهذه العنترية الفارغة، استطاع أن يلعب بعقول ذلك الجيل، جيل الستينات، بعن أن يخدع حول الشباب وينجر خلفه في هذه العنترية. فصديقي هذا قال لي كنا نخرج في هذه المظاهرات ونقول شنو إدريس إبليس ولا إدريس، وجاءهم إبليس واستجاب الله سبحانه وتعالى وجاءهم إبليس. دكتور سؤال الآن، لا هو القصة هذه حقيقة، معلش نطلب منكم السيد المخرج أعطينا شوية وقت. نعم يا أخي، هي قاعدة الدنيا كلها أعطينا عندنا أعطينا دقيقتين زيادة. نعم. لأن حقيقة قصة فيها عبرة. هذا الرجل وهو لا زال حيا يرزق قال لي ثم جاءنا إبليس ورأينا الويل، طبعا فعل أفعيل في ليبيا. قال عندما اتضحت لنا حقيقة إبليس، كان قال لي زميل من هؤلاء المتأثرين بعبد الناصر، قال ذهب إلى محمد بن علي السنوسي رحمة الله عليه رحمة واسعة، ذهب إليه في منفاه في جنب اسكندرية في منطقة ضمني يسموا فيها اللي ندخل ذاك الحمامات ولا غيرها. نعم. المنطقة هذه معروفة كان فيها بعض الليبيين النازحين. نعم. فالمهم كان الملك إدريس يعني يقيم هناك رحمة الله عليه، وكان رجل يعني على, 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 على فراش الموت يعني في قبل وفاته بـ4 شهور. قال ذهبت إليه وقلت له يا سيد إدريس أنا كنت من الشباب المغرر بهم اللي كنت نخرج ونقول إبليس ولا إدريس. قال له شتب يا ابني؟ قال له أنا جاي طالب منك السماح. قال له مني لا مسامحك. صاحبه الثاني اللي هو حكى لي قصة قال لي والله للأسف كنت أنا لحقت بصاحبي وجدت الملك إدريس. لماذا دكتور العزوف الآن الشعب على الاحتفال الشعب الليبي عزف عن ذلك؟ لأن الشعب الليبي الآن يتعارض إلى مؤامرة دولية زي المؤامرة اللي ورا كواليس دولية على القدس وعلى فلسطين بيبيعوها، هي نفس المؤامرة على ليبيا. للأسف الليبيين قد تم ضحك عليهم، والكارثة أن الشعب الليبي جاي الجسد الضعيف اللي هو مهيئ الأمراض. الشعب الليبي للأسف ما زال عنده استعداد أن يتم الضحك عليه مرة أخرى، وللأسف الشديد الليبيين الآن يعيشون في محنة، إن لم يفتح الليبيين عيونهم فإن ليبيا ستعاني، والمشكلة سيعاني أبنائك وأبنائي وأبناء هذا وهذا وهذا، وسيعاني أحفادنا الله أعلم 50 100 200 سنة أخرى حتى ينشأ الوعي الذي يستطيع به الليبيون أن يوقف في كل مؤامرة. لكن للأسف يطلع واحد يتكلم في التلفزيون يجيب جرته، يكتب واحد سطر في 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 اسمه هذا في الفيسبوك يصدقوا فيه، يأتي يقول لك والله هذا فلان والله سارق يصدقوه، فلان هذا والله خاين الوطن يصدقوه، فلان هذا والله ضد الليبيا يصدقوه، يعني ولا يتحرر.
فالليبيون ما حدث لهم من أزمات مصطنعة، السيولة مصطنعة، قضية اسمها هذا السلع مصطنعة، قضية الأمن والأمان كله مصطنع، كي يكرهوا الليبيين في يوم اسمه والله نحن درنا فيه ثورة 17 فبراير. كل الأزمات أيها الليبيون، كل الأزمات التي ترونها في ليبيا هي مفتعلة كي يوصلوكم لهذه النقطة. أنتم تقول يا ليتنا بقينا في الذل والقهر، وتجعل أنت تأكل في لقمتك بالذل كيف زمان. أستاذ مصطفى شير الطربسي، أشكرك شكرا جزيلا على طرحكم، كما أشكر كل من ساهم في إخراج وبث هذه الحلقة على الهواء، وأشكركم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.